نعم كبداك، عاوز تقابلني ليه؟ جرايه يا كوري، هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايزه اشوفك ولا عايزه اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده. فاكره كوري اول مره شفتك فيها؟ فاكره، كنت لسه جاي بطن البقر، كان يوميها في عيال صيع بيعكسوني، اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت، مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم بسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام، ايه مع عصب يا بنت؟ عصب. عارفه يا اخويا، هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم اكوري اخر اليوم يجي يجرج عندك. كان بيجرج عندي اهي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره بالدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس، عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها، وشفت نسوان حلوه كوريا، نسوان تحل من على حبل المشنقه، عرفت ساعتها ان النظره في عينك نعمه من عند ربنا. ورب العزة يا كوريا، أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي، ما عدتش على ولا حاجة. أنا بحبك أوي يا كوريا. بجد والنبي يا هيما، احلف، احلف والنبي. خلاص، والمصحف خلاص، أنا جاي لك برجلي وبقول لك عايز أركن عندك. طلعي لي بقى بطاقة واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام، احنا شربنا اصله، شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو وحشنا كوريا.